كيفيه الحد من الزياده السكانيه. هو اتجاه مهم جدا بتحرص الدوله عليه في الوقت الحالي، علشان الزياده السكانيه بتلتهم اي استثمارات عموما الدوله بتنفذها. وزاره التضامن الاجتماعي بتطبق برنامج 2 كفايه للحد من الزياده السكانيه، وقالت الوزاره ان البرنامج استفاد منه 1 مليون سيده، وقام مشروع 2 كفايه لحد دلوقتي بتنفيذ العديد من حملات التوعيه باهميه تنظيم الاسره وتصحيح المفاهيم المجتمعيه والدينيه والصحيه الخاطئه حول تنظيم الاسره. سياده المستشار، تنظيم الاسره موضوع قديم جديد، بقالنا سنوات بننادي بتنظيم الاسره، وسنوات نتحدث عن مخاطر الزيادة السكانية على الاستثمار، سنوات في حملات توعية، ولكن في الوقت الحالي خلينا نقول أن وزارة التضامن الاجتماعي من الوزارات اللي إيديها في الواقع في الشارع، بتطرق الأبواب في كل المجالات وفي كل القرى وفي كل المحافظات علشان توعي المجتمع بشكل عام بأهمية الحد من الزيادة السكانية. كيف ترى هذه الحملات؟ وإزاي إحنا ممكن نغير من ثقافة المجتمع؟ لأن دي أهم حاجة في حل المشكلة. زي ما حضرتك بتقولي، هذه المشكلة هي مشكلة قديمة حديثة، طول عمرنا في تاريخنا منذ فترة كبيرة وإحنا بنتكلم على أن الزيادة السكانية دي خطر داهم بيأكل الأخضر واليابس وبيأكل كل أعمال التنمية. يعني في فترات كتيرة، وإحنا برضو حتى لذي اللحظة يمكن في كثير من الأحيان مش قادرين نحس بالجهد الكبير المبذول، على اعتبار الخطر لأنه بيأكل الزيادة السكانية دي بتأكل جزء كبير من أعمال التنمية ومن اللي موجودة في شغل تنمية موجود، في أعمال تنمية موجودة. وطبعا زي ما حضرتك بتقولي، إحنا وارثين موروث ثقافي اجتماعي ديني، بعض المفاهيم الدينية الخاطئة للأسف الشديد مؤثرة في هذا الملف تحديدا. جهد وزارة التضامن جهد مشكور وفعلا على الأرض مبذول، جهد الدولة المصرية ويمكن هو برضو بيساعد على انخفاض نسب الوفيات والاهتمام بالصحة العامة وحياة كريمة، العنوان الكبير اللي الدولة المصرية متبنية والقيادة السياسية متبنية والرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا متبني هذا العنوان، حياة كريمة لكل المصريين. بيجي قصاده بقى الزيادة السكانية بيخلينا احنا، وهذه المشكلة على فكرة قبل ما تكون حتى مشكلة اقتصادية أو مشكلة، هي مشكلة أمن قومي، مشكلة إحساس المواطن بأنه مش قادر يحس بالتنمية، مش قادر يحس، بيحس ببعض الأحيان بتقصير الدولة ناحيته في 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 تقديم الخدمة المناسبة، ومش قادرين برضه نقول إن من مسببات الزيادة السكانية. ما هو أنا مشارك في ان انا في تقصير في بعض الاحيان، ان الخدمه مش قادره توصل لي بالطريقه المناسبه او الطريقه اللي انا عاوزها، بان انا ما عنديش اهتمام بهذا الملف وعنديش الثقافه الواجبه. فبالتالي احنا من هنا بنستغل هذا الصباح زي ما بيقولوا ان احنا نعمل دعوه للجميع انه يشارك في هذا الملف، ولازم يبقى عندنا افكار جديده متطوعين كمان. يعني لازم نغير ثقافه المجتمع، لازم نغير ثقافه المجتمع، ولازم نخلي الحركه حركه مجتمعيه قبل ما تكون حركه رسميه لان دائما ابدا في هذا الملف لن تجدي الحركه الرسميه التوعيه الاساسيه والثقافه الاساسيه واحساس المواطن بان الزياده السكانيه هي خطر بيهدد، هي خطر عليه هو شخصيا لا يحتمله، بالتاكيد بيهدد احساسه بالتنميه واحساسه بالتقدم، وبيهدد الاجيال القادمه من ابنائه من ابناء ابنائه. فلا بد ان الكل يحس بذلك والكل يشارك في ذلك، ولا بد ان الحملات اللي تاخدها الدوله زي ما بنقول ما تكونش رسميه، تكون مجتمعيه، تكون نابعه من المواطن نفسه على اعتبار انه يحس بهذا الخطر. يمكن المبادره اللي اطرختها وزاره التضامن 2 كفايه يمكن دي برضو نوع من انواع المبادرات اللي يستلزمها مبادرات اخرى. الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج جهد كبير وجهد لابد ان الجميع يشارك فيه. زي ما حضرتك قلتي دي ثقافه، لابد نعبأ الدوله باحساس بخطوره المشكله، نعبأ الدوله بتغيير ثقافه المجتمع،
رجال الدين لابد ان يصححوا المفاهيم الخاطئه اللي واصله للناس عن هذا الموضوع، فلابد ان الجميع يشارك في هذا الملف، لانه ملف لابد ان احنا نعتبره هو الملف الاولى لو احنا راغبين في تقدم الدوله المصريه واحساسنا بالعمل، لن يجدي مثل هذه الاعمال واحنا بيجي قصادها الزياده السكانيه تلتهم الجهود التنمويه كلها. يمكن حضرتك بذكرك سياده المستشار لاهميه حملات التوعيه، وزاره التضامن الاجتماعي بتنظم برنامج وعي لتوعيه المواطنين في كل شبر من ارض مصر، والحقيقه هي مجهودها مجهود مشكور جدا دكتور نيفين القباج وكل المسؤولين في وزاره التضامن الاجتماعي، لانهم عاملين مجهود كبير الحقيقه، كل التحيه والتقدير ليهم عليه. والمجهود ده اثره على ارض الواقع باين دلوقتي، لكن زي ما سياده المستشار كان بيتكلم ان احنا محتاجين توعية مجتمعية، محتاجين ان المجتمع كله يشارك في هذا الامر، لانه هيعود علينا كلنا بالنفع، مش على بس اللي بيعانوا من الزيادة السكانية في الاطار المحدود او الزيادة الاسرية في عدد الافراد يعني وعشان كمان نحس بثمار التنمية سيادة المستشار. يعني هو ما لم الملف ده يتحل مش هنحس، احنا من هنا بنشتغل تنمية وبيجي قصاده الزيادة السكانية بيلتهم الجهود التنمية، فما عنديش احساس. عشان كده احنا بنقول ان هذا الخطر نعتبره أكبر عدو للتنمية وأكبر عدو لينا احنا شخصيا، إننا عمري ما أحس بوجود التنمية، عمري ما أحس بوجود الدولة اللي بتبذلها ما لم يكن نقدر نسيطر على هذا الخطر. أكيد. وهذا السيطرة على هذا الخطر لن تكون إلا إن كلنا نشارك في هذا الأمر. الموضوع ليس قاصرا على الدولة بس، الموضوع ليس قاصرا علي أنا بس، قرار عليك كمشاهد بس، لا، الموضوع لابد أن الكل يشارك فيه، متشعب وكل فئات المجتمع لابد أنها تشارك فيه.